متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. احنا الان تتواجدوا وسط مدينه الدار البيضاء. الموضوع تاع الحلقه هذا هو الاوراق الكثيره اللي مفتوحه في مدينه الدار البيضاء والتاخر ديالها والتاثير ديالها على حركه السير والجولان. من اجل مناقشه هذه القضيه دي نستضيف السي توفيق منيب مهندس معماري باش يقربنا اكثر من هذا الموضوع هذا. السي توفيق، الملاحظ ان الدار البيضاء الان تتعرف مجموعه من المشاريع، ولكن هذه المشاريع تتاثر على حركه السير والجولان، علاش في اعتقاد ديالك؟ شكرا سي احمد. نبغي نقول واحد الحاجه قبل ما نعطيو التبريرات، انه هذا العامين الاخرى وهذا الجائحه وديك الشيء عطلت شويه بعض المشاريع اللي كانوا مبرمجين في المدينه، وتنشوفوا دابا هذا الكثره ديال الارواش كما قلتي هي تتعبر على انه كاين واحد السرعه، واحد السرعه اللي بغاتها المدينه وبغات باش تاهل بواحد المناطق كثيره تكون واحد بحال ميزا نيفو ويكون الاحتياط ديال المجال الاجتماعي والفضاءات اللي موجوده، ويتم فتح التياتر ديالنا الكبير المسرح وعده فضاءات اخرى كتهم الجامعات كلها عندها برنامج ديالها. فاذا تنشوفوا هذه الاشغال كلها خدامه في المدينه كامله وكاين عوائق كثيره، وهذا الشيء تيدل انه كاين واحد السرعه ديال الانجاز، وفتحنا الاوراش في دقه واحده من بعد ما كانت تعطلات وكان تيتعطروا شي شويه. اليوم المواطن من حقه يقول بانه راه الحياه اليوميه والاتصالات والسير وجميع الحياه اليوميه ديالو اللي عنده مواعيد وهذا، راه الانسان ولا شويه مزير في الاشغال ديالو. واش ما تشوفش بانه كان من الخطا فتح اوراش فوق وجيز عوض التركيز على ورش واحد او ورشين على اقدر او اكبر تقدير؟ فعلا ملي تنجيو دابا احنا امام واحد الطريق ما يمكنش تغلقها وتحصر الناس وما عندهمش شي منفذ اخر. كما قلنا كان شويه ديال التعطيل والشونتي ديال الترام والشونتي ديال الشوارع والشونتي ديال الجرادي والشونتي ديال المحلات الثقافيه، كلهم هادو خداو مصير ديالهم وخرجت الصفقات ديالها وواكبت وحده وواكبت الاخرى. اللي حصل هو انه هاد التراكمات في الحياه اليوميه تتاثر بزاف، لا على السير وعلى المواطن لا على اللي على رجليه او السائقين وكل شيء. غير تنتمنوا الله انه هاد الزحامات كلها اللي ولات انه صالحه للمدينه ديالنا باش غادي نبداو نتنفعوا، غادي نتفسحوا فيها، غادي نتفاجئوا فيها، كما جات هذا الفوجة التفويجة من بعد الجائحة وهذا، وتولي المدينة إن شاء الله مصلوحة. التوقيت تاع العمل داخل الاوراش يبين بان الامور غدا عادي، يعني هذاك التوقيت اللي هو عادي عوض انه يكون الخدمه بالليل والنهار، تكون ايام اعياد، تكون مثلا السبت والحد، عوض التركيز يعني كان الامر يتعلق بوظيفه من الوظائف العموميه. غادي نقول واحد الكلمه في هذا البيت، راه كاين دابا الانتخابات بحال دازت، وكاين مجلس المدينه جديد، وكاين المشرفين على الاشغال وحتى الشركات ديال مجلس المدينه بحال كازا ميناجمون، كازا باتريمون، كازا ايفينمون، كلهم هادو حصل واحد التاثير باش ياثروا هما واحد الاطارات مزيانين اللي غادي يواجهوا الورشات كلهم. وكاين واحد الترتيب اللي تجاوزوه وكانوا عندهم صفقات كثيره خاصها تخرج وكانت معطله، واليوم الحمد لله ملي خرج هذا الشيء راه نتعاملوا معاه ونحددوا البلانين ديالنا. لا، المقصود من السؤال ديالي هو قضيه التوقيت، علاش ما يكونش واحد التوقيت ماراطوني من اجل باش نستاليو من الاشغال في واحد الفتره وجيزه بزاف؟ لا، متفق معك
حتى يمكن نوصلوا لهاد الامور نعني مرتبه مزيان وعندنا برنامج زمني محدد لكل المشاريع. غير هاد التغيرات اللي جات ديال المسؤولين عطلات شويه. اما دابا راهم تيعملوا باش يكون واحد الطابلو دبور بلانين ديال الدار البيضاء ويكون مقاد. ولكن دابا جميع المدراء تاع شركات التنميه اللي تتشرف على هذه المشاريع باقيين في بلاصتهم باستثناء يعني التغيير اللي وقع هو تاع المنتخبين تاع مدينه الدار البيضاء. يعني ما بقاش السي العمري وجات بلاصتو بعد انتخابات تاع شو تنبير جات بلاصتو نبيله رميلي. مجلس المدينه دابا تيعطي الاولويه لواحد المشاريع ويخرج الصفقات ديالها. اذن حتى من ناحيه ديال كيفاش ناخذوا القرارات عندها تاثير. ما يمكنش غير تجي الا درنا واحد جوله قصيره يعني في اوروبا وفي الدول الاسيويه تنشوفوا بان المشروع تيبدا في مده قصيره تسالي، ولكن حنا دائما في الدار البيضاء تنعانيو من التاخر في انجاز المشاريع. شنو هو السبب بالضبط؟ متفق معك، هي فعلا هاد التراكمات وهاد الاعاقات اللي كاينه اليوم. راه حيت كاين مشاريع كانت معطله وخرجت في نفس الوقت. ما المشروع دابا ديال التوسيع ديال الشبكه ديال الترام وزيد عليه اشغال ديال القنوات ديال ليدك وزيد عليه اشغال ديال الشبكه ديال الحافلات اللي غادي تكون جديده، كان من الاحسن يترتب كل شيء. ولكن مع التعثرات ديال الجائحه راه واحد عامين ولا ثلاث سنين اللي حاولنا نتجاوزوها ونوصلوا للانتاج اللي خاص يكون. يعني بصفتك انت كمهندس معماري شنو الاقتراحات ديالك من اجل الاسراع في انجاز بحال هذه المشاريع هذه؟ هو الاقتراح راه شرتي ليه في الاول، راه خصنا واحد التنظيم واحد الورشات اللي تيمكن لهم يخدموا ثلاثه المرات 8 سوايع. وتنخدموا حتى بالليل وعندنا الانارات وعندنا كل شيء ونيت راه هذا احترام للساكنه والمواطنين انه تيشوف واحد الورش واقف على رجليه وخدام. هذا الشيء راه ممكن خصنا نتناولوه وجميع الشركات او الخدمات اللي كاينه تمشي في هذا السياق هذا وتمشي بهذا البرنامج هذا باش نحيدوا واحد ليتاب ديال البنايات التحتيه وكل شيء وندوزوا مازال مشاريع اخرى اللي مازال تتسنانا. سي توفيق منيب شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.